لك انا عايز بيان خد ونجاح عشان عايز انقل ولادي من مدرسه لمدرسه. الاقيه فين؟ اوضه 717. 717؟ ايوه. وده ايه فين؟ اللي فاتت دي. هي فاتت؟ ايوه. تصدق بالله انا بقالي شهر كل يوم اجي هنا، ان اعرف ادخلها ما اعرفش. شهر؟ ايوه. كل يوم؟ كل يوم. مش عارف تخشها؟ ايوه. لسه اتلمع لحد دلوقتي يا حيوان؟ لا يا فندم، اتلمع مره واثنين وثلاثه. شيل الفوطه. اتلمع مره واثنين. وقفت بقى. اتلمع مره واثنين وثلاثه دي زياده التلميع، يعني انا لقيت نفسي فاضي فقلت اتسلى بالتلميع يعني. ايه ده، انت بتستظرف يا ولد ولا ايه؟ وقف عدل وقول هات القهوه. اتحرك. ايه يا استاذ، في ايه؟ انا اسف جدا، انا عايز الاستاذ رشاد. أنا لسه قلت حاجة، أنا عايز الأستاذ رشاد. الله أكبر. أنت كنت فين يا سكينة؟ الأستاذ رشاد كنت فين يا سكينة المدة دي كلها وسايباني على التليفون؟ آه، بتغيري الكفولة للواد. طب اسمعي بقى أما أقول لك. لا، أنت اللي تسمعيني عشان الكلام اللي أنا بقوله صح. آه لا، ما هو أنت إذا كان عايز يطلق يكتب لك تنازل عن كل حاجة ويروح في 60 داهية. لا بلاش بلاش عميت، بلاش الموضوع دي، أصلها ولية شرانية ونكدية. بقول لك نكدية وشرانية، أنت هتعرفيها أكتر مني. على جرايس كده ما تسمعي كلامي. ما أنت حاضرة يا حبيبتي، يعني من حقك الشقة. أيوة طبعا. أمال إيه؟ طبعا. ومن حقك المؤخر. آه، والبوتاجاز. الله أكبر. ايوه الله، انا لقيت ما تسيبلوش اي حاجه خالص. يعني انت المفروض اتجوزتي واحد تاني، هتعيش معانا ازاي على البلاطه كده؟ وبعدين كل ده علشان ايه يا سكينة؟ عشان طبخه؟ عشان طبختله ملوخيه؟ خلاص هاتيله باميه. ما هو كيلو الباميه ب8 جنيه، والباميه عايزه لها كيلو لحمه ضاني ب12 جنيه، ويعني هياكل. لازم. اه طبعا معاك. بعد تجيبي له بران رز. بران رز؟ ايوه يا اختي، بران رز. اه امال ايه؟ وليمون تي، يعني ده ليمونه زي الدعدع ب10 سام. الله، بقول لك يا ستي سيبيني. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ في ايه؟ اصل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا يا حاج. جمعا ان شاء الله خير. يا فارس صوته مرتب. خير باذن الله، ان شاء الله خير. بيان قيد ونجاح، اصل عايز انقل ولادي من المدرسه بعيد عن البيت لمدرسه جنب البيت. بيان قيد ونجاح اختصاص اخونا الاستاذ مدحت، وهو في دوره تدريبيه يرجع بعد اسبوع ان شاء الله. طب الله. ما ينفعش حضرتك تمشي الشغل في غياب اخونا الاستاذ مدحت؟ لا، زي ما جحا اولى بلحم طوره، كل واحد اولى بعمل شغله، وبعدين ده اسبوع مش موضوع يعني. الله اكبر. بقول لحضرتك ايه، الساعة 11 لا وقت ظهر ولا عصر ولا مغرب. ها؟ هو الأستاذ بيصلي ايه بالظبط يعني؟ تعرفي يا روحي تعملي أكلة محبشة ورخيصة وما تكلفكيش؟ تحطي في سفرتك اللحمة والفراخ والديوك المحمرة والمحاشي باللحمة. وما تقوليليش، ما تقوليليش على طعمها اللي يدوخ. وفي طريقة جديدة لحشو الديوك بالفراخ واللحمة، ودي طبعا رخيصة وطعمها لذيذ لذيذ يا أختي. واحرصي على انك تحطي على سفرتك اللحمة والفراخ، لانها طعمها يجنن ومليانه بالفيتامينات. يا احمد وما تصدقيش حد تاني. انت فين يا احمد؟ ايه انت فين؟ خد يا احمد قشر لي فصين توم عشان خلطه البتنجان. توم ايه اللي هقشره؟ مش كفايه بعمل لك السلطه؟ يا مدام المفروض اخش البيت الاقي السفره جاهزه، وبتنجان ايه اللي كل يوم ده؟ ده ناقصكم معانا، مفيش حاجه تانيه؟ اطبخي يا جاريه، كلف يا سيدي. هات اللحمه وانا اطبخها، طلع الفراخ من الثلاجه الفاضيه وانا حمرها. ما
بعدين اسمع عم اقول لك، انا بشتغل زي زيك، والتاج اللي فوق دماغك مش هيقع عشان كان فصيتهم هتقشرهم. انا بشتغل الصبح وبعد الظهر. صلاه النبي عليا، قال يعني انا اللي بعد الظهر بروح الملاهي ولا بلبس السواريه واروح الاوبرا؟ ما انا حلي مهدود في شغل البيت. اوبره اللي انت عايزه تروحيها؟ انت ما تنفعيش تروحي السيرك، ده انت لو رحت جنينة الحيوانات هيقفشوك. الاوبره، اوبره ايه؟ كده ليه؟ تعبنا من المشوار. بابا انت مش هتنقلنا من المدرسة دي بقى، احنا تعبنا خالص. احمد! ايه دول يا سليمان؟ تشكيلة كبدة ومخ وزق، معقول هتروح من غير عشاء؟ لا انا متعود اتعشى مع اولادي. طب بقول لك ايه؟ النهارده الخميس على طول شطب. واللي قاعد بره ده مش راضي يمشي. تريني بنت جفاك واشتقل عذابي معاك والأدم عيش أتراك أرجع ثاني في لقاك. يا الساعة كام دلوقتي؟ الدنيا تجيني الساعة كام حضرتك؟ ورضاها يبقى الدنيا اتأخرت والناس عايزة تمشي. ألفهم في ورقة لحضرتك وتاخدهم معاك البيت تاكلهم أنت والحاجة. سليمان لا احنا هنبات هنا النهارده. الخميس باص والجمعه كمان. ممكن اخد ب2 جنيه؟ ممكن طبعا.